فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين، يقول الله تعالى في سورة الرحمن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العظيم. ذو الجلال والإكرام من أسماء الله الحسنى ورد في القرآن الكريم مرتين في سورة الرحمن. ماذا يعني ذو الجلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. وبعد فهذا الاسم الكريم مركب من وصفين الجلال والإكرام وذو بمعنى يعني صاحب ومعنى ذو الجلال الجليل م. وذو الإكرام الكريم ولكن هنا عبر عنهما بالمصدر ف يعني أحيانا مثلا أصف الإنسان بأنه عدل م. فعدل هذه مصدر ليست عادل مم. وهي يعني فيها خلفيه لغويه بسيطه يعني فالله سبحانه وتعالى يعني حينما نقول انه الجليل فنقصد انه صيغه فعيل زي اللي تحدثنا عنها بانه صاحب الجلال آه. لكن نصفه بالمصدر لان ذو الجلال وذو الاكرام الجلال والاكرام الاثنين مصدر وليس اي منهما اسم فاعل مم. فلا يدلان بهذه الصيغه على مثلا اللي ال... هو المتصف بال... بال... يعني او الذي هو جليل بهذه الصيغه وانما المعنى واحد مم. لانه احيانا لا تص... يعني تتجاوز التعبير بفعيل الى التعبير بمصدر فتضطر ان تستخدم كلمه ذو مم. زي مثلا ذو عدل او ذو مال بدل مثلا حتقول غني حتقول ذو مال وهكذا فاذا هذا هو يعني ما ورد في سوره الرحمن مرتين ومعنى ذو الجلال ذو العظمه وذو السيطره وذو القوه وهذا يستلزم ان يكون أن يكون له أمر ونهي نافذين، لأن كل يعني كل عظيم وقوي وذو سلطان لابد أن يكون له أمر على من غيره ونهي على من غيره، ثم إن هذا الوصف من صفات الجلال اتفقنا أن الـ الـ الأسماء الحسنى فيها صفات جلال، صفات عظمة وجمال صفات وجمال اه فاللفظ الوصف الاول من صفات الجلال وصفات الجلال تستلزم من 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 العباد الخضوع والخوف وانتظار الاوامر والابتعاد عن النواهي ولذلك من حقه حين يوصف بانه ذو جلال اي ذو عظمه وذو سلطان وذو قهر على العباد ان يكون له امر ونهي وطبعا فسرت بهذا المعنى وهي من صفات الجلال. اما الاكرام يعني نتحدث عنها حتكون من صفات الجمال. ومعنى هذا الاسم المركب انه يتضمن الاشاره الى او يستبدن صفات الجلال مع صفات الجمال وهما مجموع الاسماء الحسنى.